في بادرة هي الأولى من نوعها في محافظة السويداء. بحضور رئيس اتحاد الحرفيين، افتتح مركز RM للتجميل دورة مجانية لأكثر من 100 طالب من ذوي الشهداء والجرحى. استقبلنا هلق شوفت عينك لحد 100 شخص، تماما 100 شخص، هلق سكر التسجيل على 100 شخص. دورات شاملة بكل شيء بخص عالم التجميل، من حلاقة نسائية لحلاقة رجالية لميك أب لتاتو لكل شيء بيسمح أنه نعمل مصلحة ونبدأ طريقنا صح. طبعا انترناشنال عالمية مصدقة خارجيا، طبعا هاي كلها مقدمة من المركز لذوي الشهداء وللأسر المحتاجة. باسم اتحاد الحرفيين السويداء، باسمي شخصية رئيس اتحاد الحرفيين السويداء، جايين نفتتح دورة مميزة من إنسان حقيقة قدم جهد كبير لعطائه على مدار السنين الماضي بجهوده لأسر الشهداء، والدورة هذه مميزة كمان بدورة على مستوى كمان المحافظة مستوى سوريا، للدورة مميزة حتى يعمل الأسر الشهداء مبادرة حلوة حتى يطلعون على السوق المحلي وسوق العمل وسوق الخارجي حتى يكونوا رديف بالمجتمع. الدورة التي ستستمر 3 أشهر سيحصلون في نهايتها على شهادات تؤهلهم دخول سوق العمل والبدء بمشاريعهم الخاصة. مبادرتنا كانت بدافع إنساني بحت لتقديم فرص العمل لذوي الاحتياجات، للناس الفقيرة المستورة اللي ما عندها أي حدا يساندها أو يكون في إلا سند بهالحياة. حبينا نحن ما قدرنا نقدم مادي، حبينا نحن نقدم أي شيء نعلمهم على أنه يبنوا طريقهم ويشقوا طريقهم للمستقبل. شكر كثير مركز RM اللي فتح الفرصة لهالناس وخلاها تندفع لهالأمر وتجي لحتى تحقق أحلامها بالنهاية. شكر مركز RM على هالمبادرة الحلوة اللي ساعة فيها لذوي الشهداء وللناس اللي وضعهم تعبان ما قادرين يجوا يعملوا دورة، لأن التكاليف كثير باهظة وما عم بيقدر حدا، وخصوصا الست اللي لوحدة عايشة بدها شيء كده يرد عليها، وهالمبادرة اجت بوقتها تمام يعني. نجاح هذه المبادرة سيشكل ركيزة وحجر أساس لانطلاق هكذا مبادرات بشكل أشمل يطال الكثير من القطاعات التي ستعود بالفائدة على الجميع. من السويداء للإخبارية السورية، شام حمدان.